طيب طيب لا تخاف، راح اسحب راس خنزير الطابع الثاني من المنويل. بتعرفني وين المنويل انت؟ بتعرفوا وين المنويل يا جماعه؟ الو منويل؟ في ولد عصيان فوق بالمنويل بالاسانسير وعم يطلب المساعده. شو هالحكي؟ اصبح شوف الناطور تحت اكيد بيعرف وين المنويل. طيب وين غرفه المنويل؟ وين غرفه الناطور؟ لا تعزب حالك، الناطوره شو يجيب اغراض. طيب والعمال؟ اصبح لازم نتصل بالطوارئ. هي يا حبيبي عربي ما توصل الطوارئ بيكون مات الولد. لحقوني بسرعه لعندكم، لحقوني. يلا فتح الحين. اسحبوه معي لكم. خافت على قلبه زلمه. اسحبوه على مالكم. ها على مالكم ليكون متأذى او منصاب. على مالكم على مالكم على مالكم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. لو دخل سيارته لمكتبي ولا لمكتب مدير المشفى؟ على مكتب الدكتور. ما شاء الله انتم بالواجب. قدمنا له عصير بس ما رضي يشرب، الظاهر انه متوتر يا دكتور. انا الدكتور. اهلا وسهلا شاكر بيه. طمني دكتور ابني شو صاير معه؟ اطمن سيارتك، وضعه ممتاز ومستقر 100%، وهلا قبل شوي صحي والحمد لله. واذا بتحب تشوفه تفضل شوفه بنفسك. لا دكتور ماني قدران شوفه، ملقح بتاخذ بهيك وضع. المعروف انه سيادتك اعصابك قويه مثل الفولاذ وارادتكم صلبه. الله يخليك دكتور، ممكن توضح لي الصوره وتشرح لي كيف صارت معه الحادثه؟ ما في حادثه سيدي، كل ما هنالك انه ركبته كانت عصيانه بالاسانسير وغاب عن الوعي شوي من الالم والرعبه. وركبته صار له شيء؟ لا لا ابدا، نحن صورناه على الحارق وكانت نتيجه سليمه والحمد لله، يعني خلال يومين ثلاثه بيمشي عليها عادي. طيب في شيء اصابات ثانيه بجسمه غير ركبته؟ لا لا اطمن معلم، ما في شيء بنوب، كل شيء طبيعي. ولك يخرب بيت الاسانسيرات وساعتها، ولك ضروري يتركوها هيك سايبه، ولك العمى بقلبه للعمى، المفروض يعملوا له صيانه باستمرار ويكون في خبير اسانسيرات بكل بنايه. هيك بتعمل الدول الراقيه. طبعا هيك المفروض سيدي. على كلنا شكرا لاهتمامكم دكتور. ولو هذا واجبنا يا معلم، بس الحقيقه اللي بيستحق الشكر عن جد هو الرجل اللي انقذه مو نحن، لانه لو ما تصرف بسرعه وخلع باب الاسانسير كان ممكن المحروس يضل عصيان جوا ساعتين زمان، بهالحالة بتكون النتيجة أسوأ من هيك بكتير. كتر الله خيره، فعلا هالإنسان شهمه غيور. وينه هلا؟ أنا حابب شوفه وتشكره بنفسي. موجود بغرفة الحجز سيدي. حجز؟ لك شو هالحكي هاد؟ دكتور معقولة هيك زلمة حجز بعد هالمعروف يلي قدم لنا إياه؟ سيدي هذا إجراء لا بد ولا غنى عنه، لأنه بمعلومكم مو بكل الحالات بيكون المسعف فاعل خير، وفي احتمال يكون ضاربه بسيارته مثلا وجاي يسعفه. معلش دكتور، يا ريت تطبقوا صراحه على وجه السرعه ونزلني هلا لعنده لاني بدي اشوفه. تفضلوا تفضلوا سيادتكم. يعطيك العافيه. الله يعافيك. يعطيك العافيه. الله يعافيك. بعرفك على الاستاذ شاكر الماجد، اسم غني عن التعريف طبعا. اهلين معلم. اهلا وسهلا، تشرفنا يا سيدي، الله يخلينا اياكم. وهذا هو ام مسعود، الانسان الطيب اللي خلص ابنكم من الاسانسير ولحشه على كتافه ومشي فيه بالشوارع مثل المجنون لحتى يسعفوا له. الحقيقه انا ممنون منك كثير، واسمح لي اعتذر منك على الساعتين اللي قضيتهم هون. مو مشكله ابدا يا بيك، المهم هلا نطمن على صحه المحروس. صحي بسلامته يا ترى ولا لساته مواطن؟ لا الحمد لله صحي. ممكن شوفه اطمن عليه؟ ولو طبعا، شرفوا يا جماعة. الله يخليك. شلون صرت هلا بابا؟ ماشي الحال، بس رجلي عم توجعني شوي. دكتور رجله عم توجعه؟ ولا يهمك معلمنا، عادي ما في مشكلة. وحاسس في تنميل بركبتي. في تنميل بركبته دكتور؟ هذا أمر طبيعي، ما في شيء بيخوف. الحمد لله على السلامة يا ابني. الله يسلمك عمو. بابا عرفته لعمو؟ لا ما عرفته، بس صوته مو غريب علي. بابا هذا الرجل الشهم الغيور يلي انقذك وطالعك من الاسانسير ونتعك على ظهره ونزل فيك على الدرج وصار يركض فيك بالشارع مثل الاهوج لحتى يجيبك لهون ويسحفك. كتر خيرك عمو، يعني انا لولاك ما بعرف شو كان صار فيني. لا شكر على واجب يا عمو. يلا بالاذن تسمحوا لي انا. شو اسمحوا لي وما اسمحوا لي؟ ولو يا ابو مسعود انت ضيفنا اليوم. الله يخليك يا معلم، بس بخاف ام مسعود يغلي قلبه علي. طيب ابو مسعود هاي من اخ لاخو. لا يا شاكر بيك،
أنا لما أنقذت المحروس أنقذته بدافع إنساني، يعني صحيح أنا فقير ومنتوف وعايف حالي، بس عدم المؤاخذة يعني أنا بفهم بالأصول. على كل حال يعني كثر الله خيرك معلم، كثر الله خيرك. الحقيقة يا أبو مسعود أنت كل مالك عم تكبر بعيني، بالفعل أنت إنسان غير عادي. تفضل. شو هذا؟ هذا كرتي وفيه كل أرقام تليفوناتي. شوف يا أبو مسعود، هذا الرقم النصاني رقمي الخاص، وهذا الرقم يلي على الطرف رقمي الخاص جدا جدا. أي شيء بتحتاجه لا تخجل إطلاقا ولا تتردد بالاتصال معي. يسلموا إيديك. يلا بالإذن يا جماعة، بالإذن دكتور، معافى عمو. الله معك، مع السلامة. مع السلامة يا أبو مسعود. لحظة لأبعد معك الشوفير. معلش حبيبي، يعطيك العافية، ما رح أطلع معك. بس هي أوامر سيادته. يا سيدي كتر الله خيره، معلش خلاص أنا مدبر حالي. بعدين بصراحة أنا مالي متعود أركب هيك سيارة، يعني بينمغس بطني. يلا بالإذن. مثل ما بدك. كرامي سيدي. شو شايفك رجعت بسرعة؟ شو بيته قريب من هون يعني؟ سيدي ما خلاني وصله، حابب ياخذها مشي. طيب روح أنت. آمنت بالله على هالزلمة، قسما بالله بحياتي ما شفت مثل هالأخلاق والرجولة والأريحية. شايف يا بابا؟ أم مسعود، يا أم مسعود، تعي لك، تعي، خفي رجليك. شبك ليش عم تعيط؟ احذري يا أم مسعود، شو في معي هون بالجيبة؟ شو بده يكون معك يعني، ذهب وقلميس؟ يعني ما بدك تحذري؟ لا ماني فاضية، بدي كمل طبخ وبدي ضب الغسيل كمان. لا تكون قبضت جمعية أبو فتحي. لا لا، شغلة أهم من هيك بكتير. شو بده يكون يعني؟ جبت موافقة مشان تاخد سجادة بالقصوطة؟ سجادة بالقصوطة؟ هلأ محرزة هيك شغلة نتحذر عليها أنت التانية؟ إيش ما عرفتني لكان؟ عملك ماني فاضية، خلصني احكي. طيب شوفي شوفي معي. هلأ صار لك ساعة عم تحذرني مشان شقفت ورقة؟ لك هي مو ورقة عادية يا جاهلة، هذا كرت شاكر الماجد وفي كل أرقام تليفوناته العادية والجوالة والخاصة، والخاصة جدا كمان. سمعاني باسم شاكر الماجد وين؟ أيوة، مو هاد اللي بغني يا طيبة القلبي وينك؟ يخرب بيتك، بدك تضيعينا أنت؟ افرطتو بدك تروحينا؟ ما لقيتي غير شاكر الماجد يغني يا طيبة القلبي وينك؟ ليش مو مطرب هو؟ مطرب؟ لا أستي مو بطيخ بسمير، الزلمة مسؤول كبير بالبلد وكلمته ما بصير تنتين أبداً. هرقل، بتسمع فيه لهرقل؟ إيه شبه؟ هرقل بيرجف عصب إذا وقف قدامه. طب أبو مسعود وإنت كيف تعرفت عليه؟ هو اللي تعرف عليه مو أنا. إيه بس كيف يعني؟ لك بعدين بحكي لك، أطلبي لي هلأ مسعود من بيت حماه، بدي أحكي معه كلمتين نضاف. الله والله يرضى عليك. ألو، أهلين مسعود، كيفك أمي؟ أبوك بده يحكي معك. ألو، مرحبا بابا، شلونك حبيبي؟ مر لعندي شوي، عاوزك. اليوم مر. شبه تعبان؟ قال تعبان ومهدود حلو من قطعة الحديد اللي عم يشتغل عليها. بابا هو أنا مشان هالموضوع عاوزك. إيه، لأني رح خلصك من شغل قطعة الحديد للأبد بإذن الله تعالى. مر لعندي وأنا بفهمك. أهلين بابا، أهلين مسعود، الله معك حبيبي. يعطيك العافية. أهلين، الله يعافيك. وين مكتب سيادة شاكر الماجد ترى؟ شو ها؟ شو جنيت أنت لحتى تسأل عن مكتب سيادته هيك من باب الطاقة؟ شلون لك عم تفوت لعنده إذا ما سألت عنه وتنورت؟ كمان بدك تفوت لعنده؟ ولك ايه بدي فوت لعنده، شو ما اتاخدت، مو زلمه مثلي مثله. عفوا بالله، يعني حضرتك بتقربوا شي؟ لا سيدي ما بقربوا. هلا هاد شكل واحد بيقرب سيادته، يفضح ريشك انت التاني. طيب في معرفه بينك وبينه؟ انت ارفع سماعه التليفون وقول له ابو مسعود، واذا ما ذكرني
قل له الزلمه اللي سحب رجل المحروس من الاسانسير. طيب دقيقه شوي. مين ابو مسعود؟ نعم؟ شو اسانسير ما اسانسير؟ شو مجنون ها؟ نعم؟ معه كارت من سيادته. ايوه خليه عندك شوي وخذ هويته. احترامي سيدي. يا اهلا وسهلا، يا اهلا يا اهلا يا اهلا، خطوه سعيده. الله يخليك. منيح لحقتني قبل ما انزل. الله يعزكم يا سيدنا ويديمكم، لهالامه زخر ولهالشعب فخر. كيف ركبتوا للمحروس سيدي؟ ان شاء الله احسن. ممتازه الله يعطيك العافيه ابو مسعود. معلمنا انا فهموني برا انه وقتكم سمين جدا، ومشان هيك ما رح اخذ من وقتكم الكثير، ورح فوت بالموضوع راسا وبلا مقدمات. ولو اهلا وسهلا فيك، خذ راحتك يا ابو مسعود. يا سيدي انا ابني الوحيد موظف بشركه المطاحين، وصار له 5 سنين عم يشتغل وراء قطاعه الحديد، وشغل القطاعه خطر كثير، يعني لا سمح الله خايفين عليه شي مره تنشرم له ايد او تنقطش له رجل. وبتعرفوا سيادتكم قديش الضنا غالي. بتتذكروا سيدنا كيف ركضتوا مثل المجانين عدم المؤاخذة يعني لما سمعتوا رجل المحروس علقانة بالأسانسور؟ مفهوم مفهوم. ولوين حابب تنقله يا أبو مسعود؟ يا سيدي صبي إله مرق بسواقة، وحابب هيك يعني يصير شوفير المدير. تكرم عينك يا أبو مسعود، وبإمكانك تعتبر أنه الموضوع منتهي. بس في عقبة صغيرة قدامنا معلمنا. وشو هي بقى؟ مسعود ما معه شهادة سواقة، لأنه صار مقدم عليها أكثر من 10 مرات وكل مرة عم يسقطوا. تكرم عينك تكرم عينك يا أبو مسعود، خليه هلأ يقدم أوراقه منشان شهادة السواقة وبعدين بنحكي بموضوع النقل. الله يديمكم يا سيدي، لهالوطن زخر ولهالشعب فخر. كتر خيركم يا سيدي، الله يديمكم. هيك ها الحمد لله اللي خلصنا من قطعة الحديد وبلويها. بالفعل الهم ونزاع عن ظهرنا. ايه ولا انبسطت ولا لا؟ شو انبسط يا بي، حاس حالي طاير من الفرح، وخصوصي لما طلبني المدير على مكتبه. طلبك المدير؟ طبعا امي، طبعا طلبني. يعني انا قديش صار لي موظف بالشركه لهلا ما فت على غرفه المدير، وعينك تشوف يا بي كيف استقبلني وشربني شاي وقال لي ما كان في داعي تحط وصايه لحتى تنتقل، انا لحالي كنت بدي انقلك. يخرب بيته ما اكذبه، يعني لو ما تجي الشغله من فوق كان بحياته ما بينقلك. اساسا هيك صاير بالدنيا، اذا كنت مدعوما صرت فوق الريح، واذا كنت نكره بدعوسوك دعوسه بتروح بين الرجلين. بس ماشي الحال، لكن المثل بيقول لك الرطل بده رطل ونص، وشاكر بيك مو رطل ونص، عليم الله بيطلع 20 رطل. وسالني كمان منين بتعرفه لشاكر بيك؟ قمت قلت له قربت نسوان. برافو عليك، حلوه الصحبه. لك تسلم لقلبي، شو انك حربوق وفلهوي. يا بي بدي اقول لك شغلي، بما انه صارت كلمتك مسموعه عن شاكر بيك وصرت انت وياه خوش بوش، ليش ما بتحاكيه حتى يكمل معروفه معنا؟ عن شو بدي حاكيه؟ يعني اللي بقصده انه حاجتي انا سكنه ببيت حماي، صار لازم اسكن لحالي. ولا لك راي تاني بابا؟ شئ، ومنين الزلمه بده يدبر لك بيت؟ شو قالوا لك عنه عم يوزع بيوت يعني؟ يا بي مو هو اللي عم يوزع، الإدارة تبعنا عم توزع بيوت بضاحية عدرا، عم توزعها على العمال والموظفين وبأجار رمزي. بس المشكلة إنه أنا دوري بده 2 سنين لحتى يصل. طيب بابا طيب، ولا يهمك، خلص بابا اعتبر البيت صار بجيبتك، وبكرة صبح إن الله راد بعمل لي مشوار لعند سيادته، ولا يهمك. مين أبو مسعود؟ هذا اللي خلص ركبة ابن المعلم من الأسانسير؟ إيه ماشي، يلا لحظة. احترامي معلم. بضاحية عدرا؟ ليش ابنك مو ساكن معك بالبيت؟ لا والله يا سيدي، بيتي انا صغير كتير، والمسكين مسعود ساكن ببيت حما، وبتعرفوا سيادتكم يعني سكن ببيت الحما قديش غليظ يعني وله مشاكل. طيب ماشي الحال يا ابو مسعود، انا رح احكي مع المسؤول عن توزيع البيوت غيره يا ابو مسعود. ايه روح روح، ربي يبارك فيك ويديم عزك. صحيح سيدي، كيف صارت مشيته؟ مين هو؟ المحروس ابنكم معلمنا. طول بالك امي،
لا حول ولا قوة إلا بالله. لك هلا مو هيك كانت رغبتك؟ بلا، بس أنا ما توقعت إنه السكنة بيعذر فيها كل الشنطة. يعني مسكينة مرتي عم تركب 4-5 سرافيس كل يوم لحتى توصل على القطنة. إيه والحل؟ في عندك حلين بابا، يا أما بتنقل إياها لشي مدرسة قريبة، يا أما أنا بدي أسلم بيت عدرا وأرجع لبيت حماي. إيه إيه الحق بيده أبو مسعود، حكي له مع شاكر بيك، خليه ينقل له مرته لعدرا، حرام تضل بقطنة. نعم منيحة كتير أخي، ركبته بتاخد العقل ومشيته عين الله عليها. شكرا كتير إلك يا أبو مسعود، مع السلامة. العمى شو هالعلقة هاي؟ طول بالك، ما بدها كل هالعصبية. لك يا حاجة بقى تقلي لي طول بالك، العمى بقلبه ما أغلظه، ما بلاقي إلا كل ساعة نطلع عندي على الإدارة. شو إجا أبو مسعود؟ شو اتصل أبو بطيخ؟ العمى بقلبهم بحرموا الواحد يساعد حدا. لك إيه كانت باطلة ومحولة الساعة اللي سحب رجل الصبي من الأسانسير. ايه والمعنى؟ المعنى لازم نركب له تليفون بعدرة، لأنه هاي الحالة مو حالة أبدا. يعني أنا شلون بدي أطمن على ابني ومرته كل يوم والتاني؟ ما اختلفنا، بس مفكرة تركيب التليفون هي أنت التانية. لمعلوماتك لازم يكون مسجل عليه من 10-15 سنة ليطلع له هلأ. ايه صحيح، بس بيتركب استثنائي مو مشكلة، وهيك شغلة ما رح يعجز عليها صاحبك. مين صاحبي؟ يه مين يعني؟ شاكر الماجي. يعني يا أبو مسعود نحن مين قلنا غيره؟ أيوة مين؟ أبو مسعود؟ أستغفر الله العظيم، أخي قلو ماني موجود. عفواً مدام، في شخص طالب مقابلتك. مين هو؟ ما قال لك شو اسمه؟ ما قال شو اسمه، قال بس تشوفيه بتعرفي. طيب خليه يدخل. حاضر مدام. تفضل. شكراً يا أخي. مرحباً مدام. هذا أنت؟ أهلين. أهلين فيكي مدام. الحقيقة فيلتكم ما بتضوح حدا، رأساً استدليت على العنوان. خير، شو بتريد؟ كيف ركبتوا الأستاذ أمجاد؟ إن شاء الله صارت أحسن؟ الحمد لله أحسن. ما قلت لي شو بتريد؟ ها ها، أختك أم مسعود، مرتي يعني، المسكينة كتير عم يشغل بالها على مسعود بعد ما سكن بالضاحية. ليش يا حزرك يا مدام؟ لأنه الضاحية بعيدة ومقطوعة وما في تليفون عند ابني مسعود، بينما لما كان ساكن ببيت حما كانت كل شوي والتانية تطمن عليه، رن ألو مين عطوني مسعود، رن ألو مين عطوني مسعود. أما هلأ يا حسرتي على هالولد، شلون نقطع فرد قطعة؟ المهم هلأ شو المطلوب؟ يعني إذا ما فيها سئلة تحكي لنا سيادته، بركي بيتعطف علينا وبيحكي سيادة مدير الهاتف، بركي التاني بيتحنن علينا وبيعطي استثناء بتليفون لابني مسعود. وليش ما طلبت هالطلب من جوزي شخصياً؟ الحق معك تسألي هالسؤال، بس الحقيقة ما عم لاقيه بالمكتب يا مدام، صرت مارق عليه أكثر من 10 مرات وما كنت اجتمع فيه ولا مرة. طيب بس يجيب قله. فتحي وصلوا على الباب. شرف. خير؟ شوفي لك شبك ساكت سيدي، حكوا معنا من المستشفى وقالوا انه امجد عامل حادث بالسيارة. شو هالحكي؟ بس طمنوا سيدنا، خبرونا انه الحمد لله ما في شيء. اعوذ بالله من غضب الله، الحق بلا شوف. يعطيك العافية. الله يعافيك، اهلا وسهلا. انت الشاب الشهمي اللي اسعفت ابني لهون؟ اي نعم سيدنا انا. الحقيقة أنا عاجز عن شكرك. تفضل، هاي كرتي، في أرقامي الخاصة والخاصة جدا، أماني شو بيلزمك بتتصل فيني، استثناءات وصايد أنا جاهز. شكرا سيدنا، فضلتو. يعطيك العافية، كتر خيرك. العم الكرت فاضي.
يسلموا ايديك يا بابا. الله يسلمك يا رب. خير بابا؟ كأنه زيارتكم لعندي فيها إنا. تعرفي ام عماد؟ اخي ابو جوده امبارح حكى معي تليفون وقال بنته سناء بعد بكره رح توصل من المانيا. ليه؟ شو هالحكي؟ ليش خلصت دراستها؟ لكن ما خلصت وراجعه سالمه غانمه ومع شهاده دكتوراه هالقد قدها. غريبه. ما انا من اسبوع حكيت معها بالتليفون. ما جابت لي سيره عن موعد جايتها. بجوز ما كان مبين معها ايمتى بتقدر تجي لهون. لانه اليوم بالذات قدرت تحصل على شهادتها وتحدد الموعد. فحضروا حالكم لنروح نستقبلها بالمطار. ايه طبعا بابا طبعا. شو قال منها يعني؟ تعرف ابو عامر، انا لحد هلا ما كنت افهم شو درست سناء باوروبا. انتروبولوجيا. بس شو يعني؟ شو عامر؟ شو معناتها؟ يا ماما انت كم مره بدك تسالي السؤال؟ ماما الانتروبولوجيا يعني انتروبيولوجي، هي علم دراسه سلوك وطبائع البشر. وهالدراسة نادرة كتير وقليل مين يفكر يدرسها عنا هون بهالبلد. ايه وشو بدها سناء بهالقصة؟ يعني لو درست مثلا طب او صيدلي ما كان احسن لها؟ لا ما كان احسن لها، لانه البلد تعبت اطباء وصيادلة وسناء اختارت هالاختصاص النادر لحتى تقدر تلمع فيه. وبالاختصاص النادر ممكن تلاقي وظيفة ولا ما في قدامها فرصة؟ لا ماما لا، شي طبيعي كتير انه تتوظف. اختصاص نادر مثل هاد رح بيتهافتوا عليه مهافته. أصبح كمان بكرة رح يتهافتوا العرسان عليها مهافتي. بقى ماما لحق حالك الله يرضى عليك وانهي أمورك بسرعة بيكون أفضل. يعني شلون يا ماما بدي لحق حالي شلون؟ ما هي سناء بالأصل بمثابة خطيبتي. لا ماما لسه ما صارت خطيبتك بشكل رسمي. كيف ما صارت خطيبته بشكل رسمي ونحن أريانين فاتحتهم قبل ما تروحي على الاختصاص؟ أبو عامر أنا هذا الحكي ما بيقطع بعقلي منه بنه. لازم أول ما توصل نلبس الذهب ونكتب الكتاب ونحدد موعد للعرس. ليكو هي بيت عامر ما شاء الله جاهز من المجميع والعروس قبلاني فيه. طيب على عيني. خلص بس توصل فورا رح احكي مع اخي ابو جودة لحتى نحدد ايمت كتب الكتاب. عمنا بايني مخسر. تفضل يا جماعة مدوا ايديكم. والله شي بحير بصراحة. لحظة لحظة يمد ايده. خير بابا في شي؟ ايه بابا لازم بالاول تشربوا شفة من عصير الخيار بالزنجبيل قبل الاكل. عصير الخيار؟ ايه عمو هدول قبائل المايا عندهم هذا الشراب مقدس لأنهم بيعتقدوا إنه شفة واحدة منه قبل الأكل بتمنع الأمراض عن المعدة وبتحميها. بس يا بابا إحنا مو متعودين على هيك شيء. إيه صحيح بس طالما الشغلة ما فيها ضرر فشو المشكلة إنه نقتدي بشعوب وقبائل المايا؟ اتفضلوا شوفوا شفة. شلون لقيته؟ طيب كتير مو هيك؟ ايه طيب كتير. شي مزوقين كتير هدول قبائل المايا. شو هالحكي؟ يا ريتك شفتن يا عامر عندهم عادات بتطير العقل. تفضل يا جماعة ولا شو رأيكم اسكب لكم انا؟ يا ريت والله. وعد لا تسكبي لحدا. ليش لك امي؟ لانه عادة السكب عند شعوب الاستيك عادة بشعة كتير. الله العظيم ليش شعوب الاستيك ما بيسكبوا لبعض؟ لا طبعا لانه بيعتبروا هالشغله فيها حجز لحريه الضيف وانتقاص لكرامته. بقى يا ريت كل واحد يسكب لحاله. ماشي الحال يعني على طريقه الامريكان كل واحد بيسكب لحاله. سيرف يور سيف. تعرفوا يا جماعه لما سناء دريت انكم حتتغدوا عنا اليوم اصرت انه تطبخ كل شيء بايدها. تسلم لقلبي على هالهمه العاليه. يسلموا ايديك يا سناء بالفعل الاكل ظريف. يعني عجبكم نفسي على الاكل؟ طبعا حبيبتي نفسك كتير كتير طيب على الاكل. ايه ما بدها اثنين يحكوا فيها. وانت عامر شي لذيذ كتير. يا ترى دقتولي هالسلطة؟ انا شايفة ما حدا قرب عليها. اني هاي؟ ايه انا لسه ما دقتها. اصبح دقولي اياها. انا عملتها حسب طريقة قبيلة ناكدة مكدة بمجاهل جابون. هاي السلطة اللي قدامي؟ مزبوط. بقى يا ريت تدوقوها وتقولولي رأيكم فيها. ايه
شلون لقيتوها؟ طيب كثير. هلا هي السلطة تبع قبيلة ماجدة نجدة؟ ايه نعم، وهي ما بيعملوها غير بالمآدب الاحتفالية وللضيوف المهمين. شي ظريف كثير فعلا، طعمتها لذيذة كثير فعلا، بس حاسس انه طعمتها غريبة شوي. شو حاطة فيها انت؟ لا عمو، كل شي طبيعي، يعني في ملفوف احمر وجزر وشوية توابل وزيت البابايارو. شو يعني شو هذا زيت البابايارو؟ عمو هذا زيت بيعملوا له خلطة خاصة وبيعبوه بأناني، بيستخلصوه من مخ السعدان. من مخ السعدان؟ ويا كلام، ناوية تتوظفي بهالشهادة تبعك يا سنة؟ هلا شو اتوظف؟ معقول ادفن حالي بالوظيفة؟ لكن شو ناوية تشتغلي حبيبتي؟ بصراحة أنا ناوية اشتغل باحثة. هو الحقيقة سناء عندها مشاريع كتيرة وطموحات كبيرة، وسناء مفكرة تعمل بحث عن عادات وتقاليد المجتمع السوري وتطبعه بكتاب. عظيم، شي حلو كتير، والمكتبة العربية تفتقر لهيك كتب. هو طبعا هالكتاب أول خطوة فعلية، بس أنا عم فكر بصورة جدية إنشاء مركز أبحاث على مستوى عالي. ويا ترى مانك حاطة مشروع الزواج ضمن مشاريعك يا سناء؟ أم عامر معها، وطالما سيرة وانفتحت فيا أبو جودة أنا حابب نحدد موعد لحتى نحكي بالتفاصيل. بصراحة يا جماعة نحن حابين نفرح بعامر وسناء، يعني بتعرف صار لنا هلأ 4 سنين قريانين الفاتحة، الموضوع صار لازم يصير رسمي. ولو يا أبو عامر، لحنا أهل وما في فرق بيناتنا. يعني أنتوا فصلوا ونحنا بنلبس. أنتوا فصلوا ونحنا بنلبس. مثل حلو كتير ماما. عن إذنكم لحظة بس قبل ما أنسى لحتى سجلوا، هذا بينفعني بكتابي الجديد. أنتوا فصلوا ونحنا بنلبس. الله وكيلك قلبت معتي من هالغدا، يعني ما بقى إلا تجيب لنا كم سنارة رفيعة وتقلنا كلوا مثل ما بياكلوا أهل الصين واليابان. فعلا زودتها سناء شوي، قال شو بدها تغدينا على طريقة قبائل المايا، وتشربنا قهوة على طريقة بلاد القوقاز، وتسهرنا على طريقة شعوب الأسكيمو. بس اطمني يا ام عامر، هالحالة ما بتدوم كتير. ايه شو عرفك انه ما رح تدوم؟ يا ام عامر، سناء هلأ لساتها متأسرة بدراستها وبالجو يلي كانت عايشة فيه، بس بكرة اكيد رح تصطدم بالواقع ورح ترجع لحالتها اللي كانت عليها. يعني بظرف سنة زمان بتشوفي قدامك سناء تانية، كأنها لا راحت درست بأوروبا ولا بطخت. ايه وبركي ضلت هيك. والله يا أبو عامر، إذا بدها تضل على هالطبايع هاي رح تعذبنا كتير. ها لا ستي اطمني، ما في شي بيضل على حاله، لأنه دوام الحال من المحال. حلو كتير هذا المثل اللي قلته. لحظة بس لحتى سجله. لحظة يا سنة يا حبيبتي، تركينا هلأ من الأمثال وخلينا نحكي أنا وياكي بشي مفيد. حكي مين ماسكك؟ حكي سناء، أنا طلبت شوفك على انفراد لحتى نعرف نحكي، لأنه بصراحة قدام أهلي وأهلك ما عم نعرف نحكي شي بنوم. طب حكي شو بدك تقول، حكي. أنا حابب أحكي أنا وياكي عن مستقبلنا، شو رأيك؟ شو بو مستقبلنا؟ لك شلون شو بو مستقبلنا يا سناء؟ سناء أنا حاسس أنك مو مهتمة بهالموضوع بنوم. أنا موضوع؟ هلا لا تخيليني، شلون يعني أنا موضوع شلون؟ يا سناء موضوعنا أنا وياكي، ولا أنت رجعتي بكلامك؟ شوفي سناء، إذا رجعتي بكلامك قولي لي لا تستحي، ترى يعني أنا ما رح بزعل. يعني أنا درست سلوك وطبايع البشر وعادات وتقاليد الشعوب من الشرق للغرب، لحد هلأ ما مر علي إنسان مثل حالتك. أنا حالي؟ يعني ما مر معي واحد بيحكي مع خطيبته بهالطريقة. خطيبته؟ معناته الموضوع لساته ببالك؟ طبعا ببالي. إيه عظيم كتير كتير عظيم سناء، معناتها شو رأيك هلأ نتفق ونحدد موعد العرس؟ أنا عرس؟ أمنتوا بالله على النهار، لك شو أنا عرس؟ شو كنا عم نحكي من شوي؟ سناء حبيبتي عرسنا أنا وياكي، ولا أنتي مو ناوية تعملي عرس؟ ناوية أعمل عرس، طبعا ناوية أعمل عرس، بس ما بدي إياك تعمل لي عرس تقليدي. طيب شو بدك لك؟ يعني يا عامر، أنا من زمان بحلم إني أعمل عرس على طريقة أهالي جنوب ماليزيا. أهالي جنوب ماليزيا؟ عفواً يعني، بس شلون بيتجوزوا أهالي جنوب ماليزيا؟ شغلة بسيطة كتير وحلوة كتير. شوف، بتروح العروس بتحبس حالها ببيت كبير، وبتحط حوالين هالبيت 4 حراس، كل واحد منهم قد الدور، طول بعرض بعضلات مفتولة.
ايه اها العريس بقى بده يروح يخلصها من بين ايدين هالحراس الاربعه. اذا قدر يخلصها كانت العروس من نصيبه، اذا ما قدر كل واحد بيروح بحال سبيله. بس يعني عفوا لحظه لو سمحتي، هلا العريس بده يروح يخلصها من بين ايدين الحراس؟ يعني بده يتعارك معهم؟ بده يضربهم؟ طبعا بده يتعارك ويضحي ويقاتل ويحارب، لكن شو مفكر انت؟ ان شاء الله بده يخلصها بالمفاوضات والحوار. لا عيني لا، ما عجبتني هالطريقه. سنوة حبيبتي، طيب شو رايك تلاقي لك شي طريقه اسهل من هي؟ ها اسهل من هي شوي حتى اقدر انسجم معها اكثر. قال اذا ما بدها تتجوز على طريقه شعوب جنوب ماليزيا، ايه بدها تتجوز على طريقه فرسان العصور الوسطى. لا عم شلون هالطريقه بقى؟ لك بدها يعني البسنا لبس فارس وركب لها على حصان ابيض، ها وروح لعندها ركبها على حصان واجي لهون. شو الحكي هذا؟ يعني ما احلاني راكب على حصان وطالع من مساكن برزي على المزه، قسما بالله لاصير فرجه بين البشر. ولك هذا اذا ما فكروني مجنون وسحبوني على قصير. شو ابو عامر شو رايك بهالحكي؟ مبين انه هالبنت واشه منوب ما في كلام، يعني لانه هذا الحكي مو حكي عاقلين ابدا. طولي بالك طولي بالك يا ام عامر، لا تنفعلي كثير. نحن مع البنت ما قلنا حكي منوب. انا بكره رح شوف اخي ابو جودت وتفاهم انا وياه. بابا ما بصير الحكي، وين عايشه انت؟ ليش انا شو عملت؟ هذا الحكي مو مقبول، فاذا ناوي تتجوزي ابن عمك عن جد فلازم تتجوزيه حسب عاداتنا وتقاليدنا. اما اذا عم تسلي تسلاي فهذا شيء ثاني. لا يا شو تسلاي؟ شو بتكون يانا اصير علكه بلسان العالم؟ قولي الحكي لبنتك يلي ناوي تساوينا مسخر على اخر العمر. إيه بس يا بابا انا ما طلبت شيء مستحيل، يعني انا من حقي اعمل عرس بالطريقه اللي بدي اياها. يعني هو بصراحه انا ما بدي اعمل عرس تقليدي. اصبح بهالحاله لعيلك عريس مجنون مثل حكايتك يبل بهالحكي، وما في داعي تمرمط ابن عمك وتبهدليه هو بعيش شبابه. طول بالك ابو جودات على مهلك على البنات، كل شيء بالرواق بيصير. يا ام جودت انا طفح الكيل فيه وما حتقدر تحمل العلاج المصطي. شوفي سناء، يا بتقبلي بابن عمك وبتعملي عرس مثل العالم والناس، يا اما انت حره تصطفي كل واحد يروح بحال سبيله. لا خلص بدها ولا يهمك، خليها تحكي هي. شو قلتي سناء؟ خلص بابا قبلاني بعرس عادي بس على شرط. شو هو الشرط؟ بدي البس اسود بالعرس. نعم بجزر المالديف العروس بيلبسوها اسود لأنه بيتفائلوا كتير بهاللون، وبيعتقدوا أنه بيطرد الأرواح الشريرة وبيفك النحس وبيخلي الزواج يدوم للأبد. بقى إن شاء الله خلوني حقق هالأمنية. بس أم جودات. نعم. إن أوليدي حبي الضغط الله يرضى عليك. إيه شو قررتوا أخيرا؟ اتفقنا نعمل كل شيء على الهسي. شلون يعني على الهسي؟ يعني بلا عرس. هلأ هاد اللي طلع معكم؟ يعني معقولة أنا جوز ابني الوحيد على الهسي وبدون حفلة عرس؟ والفرحة اللي من طول عمري عم بستناها بدكم تنزعوا لي إياها أنت وأخوك الأفندي بجرة قلم؟ ما في قدامنا غير هالحل يا أم عامر، يعني ما أحسن ما تطلع عنا سناء كل يوم فنة جديدة؟ بقى أنو أحسن؟ عرس على طريقة أهل جنوب ماليزيا أو شمال المالديف أو وسط كازاخستان أو مجاهل الجابون أو برار التيبت، أما بلا عرس أحسن؟ ما بعرف، تصطفل منك لابنك. شو رأيك بابا؟ خلص بابا منيحك، المهم هلأ النتيجة، وأنا شغلة العراس هي كلها ما بحبها. عظيم كتير، معناته اتفقنا. يلا بخاطركم، مع السلامة بابا. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك. تعرفي سناء، أنا من زمان عم بنتظر هاليوم اللي رح بيجمعنا مع بعض. دخيل اسمه الرب بالآخر حقق لي حلمي. وأنا كمان. بس شو؟ بصراحة أنا كنت بتمنى أتجوز بغير هالطريقة هاي، بس أنت خيبت لي أملي. الله يسامحك سناء. معلش غير مرة إن شاء الله، قصدي ملحوقة. شو غير مرة وملحوقة؟ ليش الواحد كم مرة بتجوز بعمره؟ بعرف انه راحت علي، راحت. سناء، شو رأيك تقلبي لنا هالصفحة ونفكر انا وياكي بمستقبلنا؟ شو رأيك؟ مثل ما بدك.
ما رح تغيري أوعيكي؟ لا طبعا لا. نعم لازم أعمل مثل ما بيعملوا بكمبوديا. كمبوديا؟ ليش شو بيعملوا بكمبوديا؟ العروس لازم تضل بأوعيها 20 يوم. 20 يوم؟ شو الحكي؟ وعلى فكرة كل واحد فينا لازم ينام بأوضة لحاله. هيك كمان بيعملوا بكمبوديا؟ لا هي عادة بجنوب البيرو، بس على كل حال يعني اعمل حسابك 20 يوم تنام بالصالون. وفي شغلة مهمة لازم قلك عليها. خير إن شاء الله. أمك ما لازم تزورنا أول 3 شهور. وليش بقى؟ حسب عادات طائفة بالهند الحماية ما لازم تشوف الكني أول 3 شهور. يعني إذا حصل وإجت حماتي على البيت ما لازم تشوف وشي ولا تسمع صوتي. هي من جهة. من جهة تانية اعمل حسابك ننضل 10 أيام ناكل أكل بزيت، هيك بيعملوا بالباكستان. ايه وشو كمان؟ بدك تحملني كل يوم الصبح وتدور فيني 7 دورات بالصالون، هي حسب عادات غجر رومانيا والبلقان. وشو كمان يا ست الحسن؟ في ضيعة بإقيانوسيا ما بيخلوا العروس تمد إيدها على شي بأول 10 أيام، يعني المسح والطبخ والجلي رح يكون عليك بأول 10 أيام. وشو هالحكمة العظيمة هي بقى من هالعادة؟ طبعا لأنه بيفهموا الوحدة بتكون مستوحشة أول 10 أيام، مشان هيك ما لازم تشتغل شي. وبعدين لازم تعمل لي حسابك، أنا ما فيني لحظة لحظة لا تكملي. عامر وين رايح؟ راجع. مالك شايفة؟ قط واسود لونه كمان. يا مو ان شاء الله بعده عني. ليك بتعرفني اني بخاف من القط. رح بعده عني بس بعد ما امسع رقبته مسع وقدام عيونك هلا بتشوفي. يا امي لك ليش محرم عليك؟ لا ستي محرم علي، بدي امسع رقبته مسع وعلى الطريقه الشاميه القديمه لحتى تصيري تخافي مني وترش في قصب. ها قصب ترش فيه لما تشوفيني. شو رح تعمل؟ وشوفي بعينك منيحه شو رح بعمل فيه. سجليها هي عندك بالكتاب بجوز تنفعك. بسم الله الرحمن الرحيم.